الحرب التي شنها نظام الأسد على السوريين والتي امتدت لأكثر من 4 سنوات جعلت من المشافي الميدانية مقصد السوريين الأول من مدنيين وعسكريين. مشفى مسقاني الواقع في ريف حلب الشمالي يقدم العلاج لأهالي القرى المجاورة له إلى جانب الخدمات الطبية التي يقدمها لثوار المنطقة الذين يقاتلون النظام وتنظيم الدولة على حد سواء بحكم اقتراب اتساع رقعة المعارك في ريف حلب الشمالي. يقوم الإسعافات الأولية ويقوم ببعض العمليات الجراحية الصغرى، أما ما يحتاج إلى عمليات تخدير فننقل إلى أقرب مشفى وحسب المتوفر أو حسب المتمكن. طبعا نحن نستقبل المدنيين كمان في حالات الإصابات، مثل هلق كان الطيران الروسي القصف، فكان عندنا 1 كيلومتر كمان استقبلنا شهداء، كان في عنا وفي عنا مصابين نقلناهم الحمد لله رب العالمين. هجوم تنظيم الدولة على بعض القرى في تلك المنطقة وموجة النزوح التي تسبب بها قلصت عدد المستفيدين من العيادات الداخلية ومخابر التحليل والأدوية المجانية التي يقدمها المركز. اولا مقدم خدمه العياده الداخليه بتستقبل جميع الحالات المرضيه البارده، عندنا غرفه اسعاف نستقبل فيها يعني كل حالات الاسعاف اللي بتجي لهون على المركز من الجبهات ومن قصف الطيران، حاليا من قصف الطيران الروسي اللي كل يوم عم بيقصف بالمنطقه هون. عندنا كمان غرفه نسائيه نستقبل فيها الحالات النسائيه، عندنا غرفه مخبر عم نحاول نجهزه بحيث نستقبل كل الحالات اللي بتستلزم المخبر. عنا صيدلية مجانية بتغطي كمان 80-85% من الأدوية اللي بحاجة الناس. الكادر البسيط القائم على هذا المركز استطاع مواجهة مرض اللاشمانيا الذي اجتاح المنطقة مؤخرا واستقبل عشرات الحالات من المدنيين إضافة إلى عشرات الجرحى، لا سيما بعد دخول سلاح الجو الروسي إلى جانب نظام الأسد في حربه ضد السوريين.